تسطر القوات المسلحة الجنوبية في مختلف جبهات الجنوب الممتدة من بيحان شبوه مرورا بجبهات أبين ويافع والضالع وصولا إلى جبهات الصبيحة انتصارات عظيمة في وجه المشروع الفارسي وأدواته المتمثلة بميليشيات الحوثي الإرهابية. وعلى الرغم من الخذلان المتعمد من قبل الحكومة أو المؤامرات المحاكة من بعض أطراف الشرعية ضد هذه الجبهات ومقاتليها، إلا أن معنويات الأبطال الجنوبيين في السماء ولم تتزحزح قيد أنملة، وهذا ما تتميز به القوات الجنوبية أنها يقظة وجاهزة على الدوام لردع أي محاولة توغل حوثية. لقن بواسل قواتنا المسلحة الجنوبية ميليشيا إيران الحوثية الإرهابية دروسا في فنون الحرب خلال المعارك الطاحنة التي دارت خلال الأيام الماضية في جبهات الضالع وشبوة. الخسائر الحوثية الفادحة في هذه الجبهات يقابلها صمود أسطوري للقوات الجنوبية في الجبهة، ولأن خسائر الميليشيات الحوثية بأعداد كبيرة فقد وصل الأمر بها إلى أن تنتقم وتثأر لقتلاها باللجوء إلى استهداف المدنيين والنساء والأطفال والمدارس والمرافق الصحية بسلاح المدفعية والطيران المسير بصورة إجرامية لا تقدم عليها إلا الجماعات الإرهابية. أبطال قواتنا المسلحة الجنوبية البطلة يتصدون لكل الاعتداءات أو محاولات المساس بأرض الجنوب الطاهرة وثرواته، وبالتزامن مع المعركة المفتوحة ضد الميليشيات الحوثية فإن القوات الجنوبية تحقق نجاحات كبيرة في مكافحة الإرهاب وساهمت بشكل فاعل في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة. العامل الرئيس في تفوق القوات المسلحة الجنوبية يعود إلى وجود الكادر العسكري المؤهل والمحترف والقيادة الفذة والروح القتالية والوطنية المؤمنة بالوطن والثورة. وأمام هذه الإنجازات يحمد أبناء الجنوب الله عز وجل على نعمة القوات المسلحة الجنوبية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي أرسى الأمن والاستقرار في محافظات الجنوب عامة باستثناء وادي حضرموت والمهرة التي تتواجد فيها قوات الاحتلال ممثلة بميليشيا الإخوان الإرهابية. شعب الجنوب ماض نحو هدفه في بناء دولته المستقلة، وسينتصر بعزيمة صقور القوات المسلحة الجنوبية وتضحيات شهدائه الأبرار الذين رسخوا كل معاني الوفاء والانتماء لهذا الوطن.